دي من سلطات رئيس اللجنة، وبالتالي فإن المراقب ليس من حقه التدخل في أي إجراءات تتم في اليوم الانتخاب. لكن إيه؟ لكن بعد كده هننتقل لحقوق المراقب. حقوق المراقب كما له كما عليه التزامات وواجبات، فهو ايضا له بعض الحقوق اللي هي من حق المراقب الانتخابي داخل عمليه الانتخابات او اثناء عمليه الانتخابات او داخل اللجنه الانتخابيه. اول حاجه من حقه حضور عرض وختم صناديق الاقتراع. اولا حضور فتح اللجان، او ما يعرف بفتح اللجان، عمليه فتح اللجان، فهو من حق المراقب قانونا حضور عمليه فتح اللجان. وعمليه فتح اللجان دي بتتم اولا بدءا من قبل وصول الناخبين لمقر الاقتراع، بدءا بمحضر فتح اللجان، بدءا بختم ختم الصناديق وتشميعها بالشمع الاحمر، بدءا بختم البطاقات اللي هيتم ادلاء الصوت عن طريقها، بدءا بالتاكد من ان الصناديق فارغه. عمليه فتح اللجان دي كلها من حق المراقب انه يكون حاضرها. كمان حضور عرض وختم الصناديق، اولا حضور فتح اللجان، ثانيا حضور ختم الصناديق وختم بطاقات التصويت، ثالثا حضور عمليه التصويت منذ بدايتها وحتى نهايتها. عمليه التصويت بتبدا منذ بدايه الساعه 8 صباحا اللي هي بدء فتح اللجان. من حق المراقب انه يحضر العمليه كل العمليه الانتخابيه، كل عمليه التصويت بدايه من فتح اللجان وحتى انتهاء التصويت وغلق اللجان. عمليه التصويت بالكامل منذ بدايتها وحتى نهايتها من حق المراقب انه يحضرها. ثالث حق او رابع حق التواجد في مكان يسمح له بالرؤيه الواضحه للجنه الاقتراع. يعني بس يعني مش من حق رئيس اللجنه انه يحرم المراقب من الجلوس في اماكن في مكان واضح يسمح له برؤيه كافه لجنه الانتخاب. من حق المراقب، من حقه القانوني ان المراقب يجلس في مكان يسمح له برؤيه واضحه لكافه اركان العمليه الانتخابيه الموجوده في اللجنه. خامس حق التحرك بحريه وهدوء داخل اللجنه. المراقب من حقه يتحرك، لان من اهم اساسيات المراقبه ان احنا بنراقب البيئه الداخليه والخارجيه للجنه الانتخاب. مش هيتمكن المراقب من مراقبة ومتابعة كل أعمال العملية الانتخابية إلا إذا كان معاه الحق في التحرك بهدوء داخل وخارج عملية الانتخابات، داخل وخارج مركز الانتخاب. بس هنا المراقب من حقه التحرك بس بحرية وهدوء علشان ما يسببش في إعاقة سير العملية الانتخابية. الحق السادس هو مطالعة سجلات اللجنة الانتخابية. المراقب من حقه يتابع كشوف الناخبين للتأكد من صحة كشوف الناخبين، للتأكد من عدم وجود أخطاء في كشوف الناخبين، للتأكد من كل الناخبين بيوقعوا في كشوف الناخبين. فمن حق المراقب القانوني إن هو يتابع سجلات اللجنة الانتخابية. الحق السابع الدخول والخروج من مقر اللجنة الانتخابية بحرية. المراقب من حقه إنه يتابع عملية التصويت بدءا من فتح اللجنة للتصويت وحتى غلق اللجنة التصويتية، ودي بتستمر فترة حوالي 12 ساعة في اليوم أو أكتر. ففي الفترة دي من حق المراقب الدخول والخروج للجنة الانتخابية بمنتهى الحرية. تامن حق حضور عملية الفرز. من حق المراقب حضور عملية الفرز، فرز الأصوات. وزي ما قلنا، هل الفرز ده هيتم في نفس مركز الاقتراع أو في نفس المكان اللي بيتم فيه الانتخاب، أو هيتم نقل الصناديق من خلال قوة الشرطة ومن خلال الأمن لمكان تاني بيتم فيه الفرز؟ فمن حق المراقب المعتمد اللي معاك تصريح مراقبة انتخابات إن هو يتابع الفرز سواء في نفس مقر لجنة الانتخاب أو في مكان لجنة الفرز المكان التاني. اخر حق من او الحق القلب الاخير الاتصال بلجنة الانتخابات العامة. المراقب في حالة حدوث اي انتهاك او في حالة مشاهدته لاي انتهاك من حقه الاتصال باللجنة العامة للانتخابات وتقديم تقرير وافي عن خط سير العملية الانتخابية. اخر حاجة اخر حق